حكايه الفيشل نيرف ده جاي منين؟ الفيشل نيرف اللي هو العصب السابع مكون من جزئين اتنين، مكون من جزء داخل الكرينيال كافيتي اسمه انترا كرينيال بارت، وجزء بره الكرينيال كافيتي اسمه اكسترا كرينيال بارت. الاكسترا كرينيال بارت اوف ذا فيشل نيرف يعني الجزء اللي خرج من الكرينيوم، يعني الجزء اللي خرج من السكال، هيخرج من السكال عن طريق فتحه اسمها ستايلو ماستويد فورامين تقع بيهايند ذا اوريكل. هيخرج الفيشل نيرف من هذه الفتحه، كان ماشي في كنال، الكنال دي قاعده جوه البيتر واس بارت اوف تمبرال بون اسمها فيشيال كنال، هيخرج من فتحتها الخارجيه اللي اسمها ستايلو ماستويد فورامين، سون هيلاقي امامه الستايلود بروسيس، يلف من حوالين اللاترال سايد اوف ذا ماستويد اوف ذا ستايلود بروسيس ويهرب منه، يهرب منه الى حيث الامان. مين الامان؟ هي السبستانس اوف ذا باروتيد جلاند. الباروتيد جلاند ده سوفت تيشو ستراكشر، هيهرب من قسوه البون وهيروح يلتجئ الى حنيه السوفت تيشو، هيدخل لهذه الجلاند من خلال الباسترو ميديال سيرفيس، وسون بسرعه هيهرب ويتخفى في صوره خمسه برانشز. اول برانش كان اسمه تمبرال برانش، كان بيغذي الفرونتال بيلي اوف ذا اوكسيبتو فرونتاليز وبعض من عضلات الفيصل المحيطه بيه. تاني برانش اسمه زيجوماتيك برانش. البرانش الاول نعيد تاني نقول انه كان البرانش الاول اللي هو التمبرال برانش خرج من الابر اند، البرانش التاني اللي هو الزيجوماتيك برانش خرج من الابر بارت اوف ذا انتيريور اند. طيب خرج من الابر بارت اوف ذا انتيريور اند اما سنجل كسنجل برانش او يخرج كتو برانشز مع بعض ويغذي عضلات الفيز في المنطقه المحيطه بالاوربت والزيجوماتيك بون. العصب الثالث اسمه باكال برانش، اما برضو يكون واحد او اثنين، لو كان اثنين فيكون واحد فوق الباروتيد داكت واحد تحت الباروتيد داكت، لو كان واحد هيمشي فوق الباروتيد داكت وده كان مسؤول عن تغذيه الباكسيناتور ماسل زي ما احنا حكينا من شويه. العصب الرابع واسمه المانديبولار برانش يخرج ايضا من اللور من الانتيريور بارت او الانتيريور بوردر اوف ذا باروتيد جلاند ويتولى تغذيه عضلات الفيس في المنطقه المحيطه بالمندول. العصب الخامس والاخير اللي اسمه السيرفايكال برانش يخرج من اللور اند اوف ذا باروتيد جلاند ويغذي عضله شهيره جدا في النك واسمها بلاتيزما ماسل. ده كان الديستريبيوشن بتاع الفيشيال نيرف اوت سايد ذا كرينيال كافيتي اللي اسمه اكسترا كرينيال بارت اوف ذا فيشيال نيرف. طب ما